النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية. مساء الخير، البداية دائما مع العناوين. وزير التربية يلتقي السفير الأندونيسي لمناقشة آلية تطوير العلاقات التربوية. وزارة التربية تصدر نتائج اختبار القبول في مدارس المتفوقين للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم الترفع الإداري والمستنفذين. ونقابة العمال تقيم ورشة لأثر التلمذة الصناعية في تطوير كفاءة الموارد البشرية. أهلا بكم. التقى وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني سفير إندونيسيا بدمشق واجد فوزي بهدف مناقشة آلية تطوير العلاقات التربوية بين البلدين. وناقش الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير التعاون التربوي، خاصة في مجال المساهمة بترميم المدارس التي تضررت بسبب الزلزال في محافظتي حلب واللاذقية، إلى جانب تبادل الخبرات التربوية والتعاون في تنفيذ عدد من الأنشطة والدورات التي تهدف لتنمية المهارات والتعريف بثقافة البلدين وحضارتهما. أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج اختبار القبول في مدارس المتفوقين للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي للعام الدراسي 2023-2024. وبيّنت الوزارة أن تقديم طلبات الاعتراض يبدأ اليوم ويستمر حتى يوم السبت القادم في 9 من أيلول الجاري في مديريات التربية دوائر البحوث. أكدت وزارة التربية ضرورة التقيد بالتعليمات المتعلقة بإلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالعمل على تسجيل أبناء الشهداء والمصابين بحالة العجز التام. وحددت الوزارة في بيانها أنه يجب التقيد بنسبة تسجيل أبناء الشهداء والمصابين بحالة العجز التام 5% من مجموع الطلاب في كل مرحلة وحتى نهاية كل مرحلة على حدة. أقيمت اليوم فعالية ثقافية وترفيهية في مدرسة الإمام الشافعي في كفرسوسة بدمشق لطلاب الصف الأول الأساسي مع بداية العام الدراسي الجديد. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. فعالية ثقافية وفنية أقامتها مدرسة الإمام الشافعي للتعليم الأساسي حلقة أولى في منطقة كفرسوسة بدمشق لتلاميذ الصف الأول. تخللتها مسابقات وتوزيع للهدايا والبالونات بهدف توفير جو من السعادة والبهجة للتلاميذ مع بداية العام الدراسي الجديد. قمنا بعمل فعالية يوم الفرح لاستقبال الأطفال الجدد طلاب الصف الأول وتوزيع الكتب. قمنا بعدة أعمال في بداية العام الدراسي، تنظيف المدرسة، ترتيبها، تزيين صفوفية، عزف بيانو، في رقصات فنية، مسابقة للأطفال مع توزيع هدايا للأطفال. هلا بعد أن أنهت مديريات التربية من كافة الإجراءات وكافة الاستعدادات لبداية عام دراسي موفق، طبعا اللي كانت هي الإجراءات من النظافة، التعقيم، إن كان تأمين بيئة مادية أو بيئة تعليمية من ناحية المقاعد، المراوح، أيضا من ناحية تأمين الكتب المدرسية. استقبلناهم مثل ما أنك شايف، كلياتنا وجوهنا ابتسامة بكثير من المحبة، بكثير من الحنان، خاصة أطفالنا الصغار. مبسوطين كثير بوجودكم معنا، يعني نحن حبينا بأول يوم نكسر هذا الحاجز الجليد بيننا وبين الأطفال اللي أول مرة بيجوا على المدرسة، مشان ما يكون عندهم رعب، ما يكون عندهم خوف، يحبوا المدرسة. طبعا بالتعاون مع المديرة ومع الكادر الإداري كله والأنسات، كلنا تعاوننا لحتى يكون هذا اليوم يوم مميز عنا. أنا معلمة صف أول، فحبينا أنه نعمل ابتداء العام الدراسي صندوق أو في أسئلة، يعني أسئلة إنه عامة لنشوف مهارات الطلاب، شو في عندهم معلومات، مستوياتهم. مرحبا، انا الطالبه راما رادات.
كل عام وأنتم بخير بمناسبة افتتاح العام الدراسي. تضمنت الفعالية عزفاً موسيقياً لأحد التلاميذ في باحة المدرسة، وقامت إحدى معلمات المدرسة باللعب مع الأطفال وارتداء زي شخصية كرتونية من أجل بث روح البهجة والسرور للتلاميذ وجعلهم يحبون المدرسة ويتحدون رهبة اليوم الأول. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 225 لعام 2023 الذي يمنح طلاب مرحلة الإجازة الجامعية والدراسات العليا المفصولين والمستنفدين فرصة إكمال تعليمهم، كما يمنح الطلاب الذين يحملون 6 مواد على الأكثر فرصة الانتقال إلى السنة التالية، ويمنح طلاب السنة الأخيرة الذين يحملون 6 مواد على الأكثر فرصة التقدم إلى الامتحان التكميلي. أعلن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بفرعي دمشق وحلب عن بدء التسجيل في مفاضلته لبرامج الهندسة للعام الدراسي 2023-2024 لحملة شهادة الثانوية الفرع العلمي للعامين الحالي والسابق. وأوضح المعهد أن التسجيل مستمر حتى 25 من أيلول الجاري، مشيرا إلى أن الحد الأدنى المطلوب من الدرجات لحاملي شهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي للعام الدراسي الحالي في الدورة الأولى 2244 درجة، أو في الدورة الثانية 2270 درجة بعد طي علامة التربية الدينية وأحدى اللغتين الأجنبيتين، فيما يجري القبول النهائي وفق مفاضلة على أساس درجات الشهادة الثانوية ونتيجة اختبار علمي. في حماة تستمر دورات الدعم النفسي لكوادر المدارس المتضررة من الزلزال في حماة التي تقام بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسف. وليد سلطان والتفاصيل. على مدار 8 أسابيع تم تنفيذ دورات الدعم النفسي لعدد من كوادر المدارس المتضررة من الزلزال. طبعا على مدار 8 أسابيع تم تدريب ما يقارب 1025 مدرس ومعلم دورات دعم نفسي، وذلك من أجل تحسين الواقع التعليمي ضمن مدارسنا. طبعا هذه الدورات مستمرة على مدى العام الدراسي، هدفها إعطاء معلومات حول التعامل مع التلاميذ والأطفال وأيضا المرحلة الثانية ومرحلة الثانوي، من شأنها رفع المستوى التعليمي لدى أبنائنا الطلبة. تعرف المشاركون في هذه الدورات على كيفية التعامل مع الحالات النفسية لدى الطلاب وإيجاد الحلول لها. دورتنا الحالية هي لتدريب على دليل الدعم النفسي بحالات الطوارئ، طبعا هي دورة للفئة المستهدفة هن المدرسين بعدة مدارس. طبعا الدليل هو عبارة عن توضيحات لبعض مفاهيم الدعم النفسي، الصحة النفسية، الضائقة النفسية، وكيف ممكن للأساتذة أنه يتعاملوا مع هدول الحالات، شو هي الحاجات الموجودة النفسية والاجتماعية عند الطفل. بلغ عدد الورشات المنفذة 41 ورشة وعدد المستفيدين منها 1025 متدربا من 205 مدارس بمعدل 5 مشاركين من كل مدرسة، مدير ومرشد نفسي و3 مدرسين. الدورة كانت ممتازة لأنه هي دعم نفسي إنه تنعكس الأيام على الطلاب. أهم شيء أنه نعرف كيف نتعامل مع الطلاب خصوصا بعد الزلزال اللي مر على سوريا، يعني نتعامل نفسيا. يعني نحن هون الدورة تعطي طاقة إيجابية للطلاب، حتعطي طاقة إيجابية لنا، نحن نتعلمنا طريقة التعامل مع الطلاب، طريقة الدعم النفسي إلون، سواء كان ضمن الصف أو خارج الصف. يذكر أن هذه الدورات تقام بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسف، وتكمن أهمية دورات الدعم النفسي في إيصال المعلومات الصحيحة للطلاب في حالات حدوث الأزمات والكوارث. وليد سلطان، الفضائية التربوية، حما. أقيمت ورشة عمل لأثر التلمذة الصناعية في تطوير كفاءة الموارد البشرية بالتعاون بين الاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة. وناقشت الورشة الإطار المفاهيمي للتلمذة الصناعية التي أقرتها منظمة العمل الدولية هذا العام في دورتها 11 بعد 100 بجنيف.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد بيّن أن الوزارة ستكون الجهة الداعمة لتنفيذ أي مطلب يصب في مصلحة تأهيل وتدريب الأشخاص، فيما شدد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري على ضرورة وضع سياسات تدريب واقعية تعالج الخلل الناشئ وتمكن العمال من مواجهة التحديات المفروضة عليهم في سوق العمل. قدمت طالبات مدرسة الرحمة للأيتام فقرات فنية على المسرح الروماني في حديقة تشرين ضمن معرض الزهور بدورته 43 بحضور محافظ دمشق ووزير السياحة. كاميرا التربوية رافقت الحفل وعادت بالتقرير الآتي. ضمن نشاطات معرض الزهور بدورته 43 الذي يقام ضمن حديقة تشرين بدمشق، قدمت طالبات دار الرحمة للأيتام فقرات فنية على المسرح الروماني في الحديقة بحضور محافظ دمشق طارق كريشاتي ووزير السياحة محمد رامي مارتيني. طبعا اليوم نحن بيسعدني طبعا وجودي مع السيد الوزير لحضور الحفل يلي عم تقيمه جمعية الرحمة. هؤلاء الأطفال يلي طبعا نشأوا وترارعوا بدار الرحمة، وكانوا يعني أنا كنت معاصرهم منذ عدة سنوات. الحقيقة للتربية اللي شافوها وتربوها مثل كأنهم متربيين ببيت أهلهم وأكثر. مع كل النشاطات والفعاليات الفنية والثقافية واللي بجزء كبير منها بيكون موجه للطفولة للأطفال للعائلة لأبنائنا لجيل المستقبل لهالبراعم الحلوة، أطفال دار رحمة شركاء معنا، هن الجمعية شركاء معنا بكل سنة بالنسخة، بيقدموا أعمالهم، يشوفون هالحضور الجميل بيفرحوا بالأطفال، الأطفال بيفرحوا بهذا الحضور. هذا ويستمر المعرض حتى 9 من أيلول الجاري بمشاركة 15 شركة من 8 دول وعدد كبير من المشاركات المحلية. نتابع معنا النشرة الاقتصادية وفيها بعد الفاصل. مجلس الوزراء يوافق خلال جلسته الأسبوعية على الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2023-2024. وزارة الصناعة بصدد إنشاء مشروع خط إنتاجي لإنتاج الهواتف المحمولة والتابات والإنفرترات محلياً بالتعاون مع الصين. وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية على الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2023-2024 وعلى العديد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات، وأبرز ما جاء خلال الجلسة الأسبوعية لنتابع. وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس على الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2023-2024 والتي تضمنت استثمار المساحات القابلة للإنتاج الزراعي بكل أصنافه وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح والاعتماد على الإمكانيات المحلية لتوفير مستلزمات الإنتاج. تضمنت الخطة التركيز على زراعة المحاصيل البقولية وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية من الذرة الصفراء وفول الصويا لتخفيف الاستيراد من هذه المواد والتوسع ببرنامج الإدارة المتكاملة للأسمدة. أفرد مجلس الوزراء خلال جلسته حيزاً واسعاً من النقاش حول أنظمة الحوافز والخطوات المتخذة لاستكمال إنجازها في مختلف الجهات العامة بما يحقق مصلحة العمال. كذلك وافق المجلس على العقد المتعلق باستكمال أعمال مشروع إعادة تأهيل وترميم مركز نصيب الحدودي، وأكد المهندس عرنوس على استكمال تركيب منظومة تتبع حركة السيارات الحكومية GPS بهدف ضبط حركة الآليات والحد من الهدر في المحروقات. ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المعد لحالات إدخال الذهب الخام لكل من السوريين والأجانب وإخراج الذهب السوري المشغول، وذلك بهدف تعزيز واردات الخزينة من القطع الأجنبي. طلب المجلس من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المخازين من مادة القمح لفترات مناسبة بهدف تعزيز الأمن الغذائي، ووافق على وضع طابع المجهود الحربي بالتداول.
وافق المجلس أيضا على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات. كشف مصدر رسمي في القطاع الزراعي عن توقيع عقد لتأمين 50,000 طن من سماد اليوريا عبر نظام المقايضة مع دولة صديقة على أن يتم التصديق على العقد من اللجنة الاقتصادية ورئاسة مجلس الوزراء، وأن تصل أول باخرة تنقل الأسمدة مع بداية شهر تشرين الأول القادم، وأن ينتهي وصول كامل الكمية قبل نهاية العام الحالي. وزارة الصناعة على وشك إنهاء دراسة مشروع فتح خط إنتاجي جديد في شركة سيرونيكس لإنتاج الهواتف المحمولة والتابات والإنفرترات محليا بالشراكة مع الجانب الصيني. وكانت هناك مصادر من شركة سيرونيكس قد أفادت بأن لديها القدرة على التجميع والصناعة على المبدأ المتبع في الشاشات. وأكدت مصادر أن المعلومات المتعلقة بالتجهيز والإقلاع لا تزال قيد الانتظار ريثما تكتمل الإجراءات والبنى التحتية اللازمة للإنتاج. عالميا تراجعت أسعار النفط اليوم مع تجاهل المستثمرين للاضطرابات الناجمة عن خفض الإمدادات. وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برينت تراجعت 9 سنتات إلى 89.95 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات أيضا إلى 86.60 دولار للبرميل. ننتقل لأخبار الرياضة مع الزميل يزن سيفو. مساء الخير كوتش. مساء الخير ماهر. تفضل مشاهدينا، جولة رياضية سريعة ولكن بعد الفاصل. تأهل المنتخب الأمريكي إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة بتغلبه على نظيره الإيطالي ب100 نقطة مقابل 63 نقطة. ولم يجد المنتخب الأمريكي حامل اللقب 5 مرات صعوبة في تخطي نظيره الإيطالي، وأنهى لاعبو المنتخب الأمريكي الشوط الأول ب46 نقطة مقابل 24، علما أنهم كانوا استهلوا المباراة في ربعها الأول بتقدمهم بنتيجة 24 نقطة مقابل 14. وتألق في صفوف المنتخب الأمريكي ميكال بريدجز بتسجيله 24 نقطة، في حين كان سيموني فرونتيكو أفضل المسجلين لدى المنتخب الإيطالي ب 18 نقطة. ونبقى أيضا في عالم بطولة العالم لكرة السلة، حيث أوقف المنتخب الألماني مغامرة نظيره اللاتفي الشائقة في كأس العالم لكرة السلة في الفلبين وأندونيسيا واليابان، وذلك بعد أن تغلب عليه بشق الأنفاس 81 نقطة مقابل 79 في ربع النهائي الذي أقيم في مانيلا. وضربت ألمانيا موعدا مع الولايات المتحدة في مواجهة تعد نارية على مقعد في النهائي، فيما ستواجه صربيا الفائزة بين سلوفينيا وكندا اللذين يلعبان لاحقا. أخيرا وفي عالم كرة المضرب، بلغ الصربي نوفاك جوكوفيتش نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزه على الأمريكي تايلور فريدز بثلاث مجموعات مقابل لا شيء، وبواقع 6-1 و6-4 و6-4. وتأهل النجم الصربي المصنف الثاني عالميا إلى نصف النهائي 47 له في البطولات الأربع الكبرى. ويواصل جوكوفيتش مساعيه لرفع عدد انتصاراته في البطولات الكبرى إلى 24 لقبا، حيث سيواجه في نصف النهائي أمريكيا آخر هو الفائز بين فرانسيس تيافو العاشر واللاعب الصاعد بقوة الأمريكي بن شيلتون. مشاهدينا، كان هذا كل شيء لليوم في أخبارنا الرياضية. أعود إليك ماهر. شكرا لك كوتش. شكرا لك. في ختام نشرتنا نبقى مع شخصية سورية متميزة تفوقت على العلماء الأمريكيين.
بعد أن نالت مراكز متقدمة ليس فقط على المستوى الأمريكي بل الدولي. هي الدكتورة السورية الأمريكية وعالمة الفلك والفيزياء شادية الحبال التي لقبت بسيدة الشمس، فماذا نعرف عنها لنتابع؟ ولدت شادية الحبال في محافظة حمص وتربت بين دمشق ولندن، حيث حصلت على شهادتها الثانوية ثم نالت درجة البكالوريوس في علوم الفيزياء والرياضيات من جامعة دمشق، والماجستير في الفيزياء النووية من الجامعة الأمريكية في بيروت، ثم الدكتوراه في جامعة سينسيناتي في ولاية أوهايو الأمريكية عام 1977. عملت الدكتورة شادية كباحثة لمدة عام واحد في المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي في بولدر في عام 1977-1978، ثم عينت باحثة في مركز فيزياء الفضاء سميثسونيان التابع لجامعة هارفارد. وفي عام 2002 تم تعيينها محررة في مجلة البحوث الجيوفيزيائية قسم فيزياء الفضاء. ترأست 10 حملات علمية لرصد كسوف الشمس حول العالم، وقادت فرقا علمية مشاركة في دراسة الهالة الشمسية أثناء الكسوف بالتعاون مع وكالة ناسا في أعوام 2006-2008-2009. لعبت الدكتورة شادية دورا رئيسيا في الأعداد لرحلة المسبار الشمسي لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وهو أول مركبة فضائية تدور فعليا داخل الهالة الشمسية، وهي التي اكتشفت مصدر الرياح الشمسية بعد دراسة مستفيضة أجرتها، وتوصلت خلالها إلى أن مصدر تلك الرياح المؤثرة على الكون هو نقاط محددة على سطح الشمس. وبالفعل نجحت العالمة السورية في دفع المفاهيم الخاطئة بشأن الطاقة بعد أن توصلت إلى أنها توفر آلية طبيعية لحماية الأرض ومن عليها من تلك الأشعات الكونية المهلكة. باشرت سيدة الشمس 10 مهام علمية في 5 مناطق حول العالم، واستهدفت مهامها تتبع حالة الشمس خلال فترة الكسوف. تعد الدكتورة شادية قائدة لحركة الأكاديمية لنساء العلم، والتي عرفت باسم النساء المغامرات. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام النشرة، نعود لنذكر بالعناوين. وزير التربية يلتقي السفير الأندونيسي لمناقشة آلية تطوير العلاقات التربوية. وزارة التربية تصدر نتائج اختبار القبول في مدارس المتفوقين للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم الترافع الإداري والمستنفذين. ونقابة العمال تقيم ورشة لأثر التلمذة الصناعية في تطوير كفاءة الموارد البشرية.